أكو واحد من الأفراد، هذا كان يعيش قبل حوالي 100 عام، أكثر من 100 عام، رجل مقتدر، ولكن أكو بعض الأفراد ما يستفيدون من قدرتهم، قدرة بيدهم، قدرة مو يعني قدرة مادية فقط، لا، أي نوع من أنواع القدرة. واحد عنده علم يفيض علمه على الناس، ليش يحرم الناس من علمه؟ واحد موظف عنده قدرة، عنده وجاهة، يستفيد من هذه الوجاهة، هاي وجاهة أيام وتنتهي، تروح تنتهي، ليش واحد ما يستفيد من هذه الوجاهة؟ هذا الرجل كان موفق، كان عنده قدرة، استفاد من هذه القدرة. هذا الرجل كان عم ناصر الدين شاه، كانت عنده أموال، فكر ما الذي يقدم لآخرته. في مجلس كان يضم الأعيان والأشراف والكبار، أخذوا يتفاخرون، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد. أخذوا يتفاخرون، هذا قال عندي في البنك الفلاني كذا مقدار من المال، الثاني قال أنا عندي كذا مقدار، وأخذوا يتفاخرون. وهذا الرجل ما يتكلم، ساكت، حتى وصلت النوبة إليه، عم ناصر الدين شاه، قالوا له أنت شنو عندك؟ قال أنتو تكلمتوا؟ قالوا لا، أنت قل ماذا عندك؟ قال في الواقع أنا عندي رصيدان في بنكين، الرصيد الأول في بنك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل ألف كتابا حول الإمام الحسين بمقدار ما كان عنده من العلم، وسمى هذا الكتاب بالقمقام. هذا الرصيد الأول في بنك الإمام الحسين. الرصيد الثاني في بنك الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم صلوات الله عليه، هذا بذل جميع ثروته في تعمير حرم الإمام الكاظم صلوات الله عليه، جدد الضريح وجدد الحرم وجدد المنطقة كلها المحيطة بالحضرة، كل ثروته اللي كاتبين ثروة خيالية في ذلك الوقت، حقيقة كاتبين الرقم ما علي بالرقم، فشي خيالي هائل، كل ثروة صرفها في تعمير مشهد الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليه. هذا هو الرصيد الثاني، الحضرة في بنك الإمام موسى بن جعفر. هذا الرصيد أفضل لو هذا الرصيد أفضل، هذا البنك أبقى لو ذلك البنك أبقى، وين راحت ثروتهم؟ كلها راحت. أولئك الأشراف اللي الله أعطاهم قدرة كم يوم من الأيام، شنو صنعوا بهذه القدرة؟ كلها ذهب وانتهت. من اللي بقى؟ بقى هذان الرصيدان في هذين البنكين، في بنك الإمام موسى بن جعفر وفي بنك الإمام الحسين صلوات الله عليه. إيش قد كانوا أفراد هنا في هذا البلد؟ إيش قد كانت عندهم قدرة؟ إيش قد كانت عندهم إمكانية؟ من اللي تعقل؟ ومن الذي أبقى نفسه في هذه الدنيا؟ واحد منهم الذي بنى هذا المسجد الله يرحمه، كانت عنده قدرة، بمقدار قدرته بنى هذا المسجد، بقي هذا المسجد، الآن هو في قبره، لعله تحول إلى عرفات، لكن هذا المسجد باقي. بقية المساجد اللي موجودة في هذا البلد وفي بقية البلاد، هؤلاء الذين أبقوا قدرتها في عام 1300، هذا الرجل بنى مرقد الإمام موسى بن جعفر. يعني قبل كم سنة؟ قبل حوالي 117 عام. كم بقي بعدها؟ إذا ما كان يسوي هذا العمل، ما كان يبني مرقد الإمام موسى بن جعفر، كم سنة كان يبقى؟ 5 سنوات فقط.
تسوى 5 سنوات، واحد يجمد قدرته، يجمد ثروته، يجمد مقامه، يجمد جاهه، ويروح ولم يقدم شيئا. تسوى حقيقة 5 سنوات؟ تسوى 10 سنوات؟ تسوى 40 عام؟ في عام 1305 هجرية، هذا الرجل كان على سرير المرض في طهران، هو هذا الرجل وأولاده والأعيان والأشراف كانوا حوله، وهو في لحظاته الأخيرة قال لهم: أنا عندي وصية، هذه هي الوصية الأخيرة. قال: أنا في الواقع ما أحب أن أدفن في طهران، أنا أحب أن أنقل إلى جنب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، أدفن هنالك. كانت عنده غرفة في حرم الإمام موسى بن جعفر، إحدى تلك الغرف. قال: أنا أحب أن أدفن في تلك الغرفة، أنتوا أي شيء تحبون سووا، انقلوني إلى الكاظمية، أي شيء حبيتوا تسوون في طهران في الطريق، ما أحببتوا من التعظيم والمقام وما أشبه ذلك مما يتعارف في جنائز الكبار، أي شيء حبيتوا تسوون، ولكن إذا وصلت إلى قرب الكاظمية أنا عندي وصية. شنو هذه الوصية؟ قال: أن تنقلوني من جنازتي إلى خشبة، إلى لوحة، وتضعوني على تلك اللوحة بدون أي تشريفات، وتأمرون الجمع بالانفضاض بدون أي تشريفات، وتطلبون 4 من الحمالين يحملون جنازتي إلى الكاظمية ويدفنونني. قالوا له: لماذا يا أبه؟ أولاده قالوا له. قال: في الواقع أنا أخجل من الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، أن الإمام حمله 4 من الحمالين وأنا يؤتى بي إلى الكاظمية بهذه الهيئة. قالوا له: ما يخالف. شوعوه في طهران، نقلوه قرب الكاظمية، جابوا 4 من الحمالين وضعوه على لوحة وأخذوا يحملونه، وإذا بهذه الأثناء يشوفون المواكب تأتي من الكاظمية وبيدهم الأعلام، شيء غير متوقع، شيء غير مألوف. أجوا قالوا: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الاشتراك في تشييع هذا الرجل. أولاد الميت، أولاد هذا الرجل، قالوا لهم: إن والدنا أوصى بذلك، بأن لا يشيعه أحد قرب الكاظمية. متولي المقام قال: البارحة أنا شفت الإمام موسى بن جعفر في المنام صلوات الله عليه، الإمام قال لي إن فرهاد مرزا، وهذا اسمه، يؤتى بجثمانه في الساعة الفلانية قرب الكاظمية، انتوا روحوا مع موكب عظيم لتشييعه ولا تقصروا في حقه. هذه عناية الإمام الكاظم صلوات الله عليه بهذا الخادم بعد وفاته، وفعلا شيعوه تشييعا كبيرا ودفنوه بجوار مرقد الإمام الكاظم، وإلى الآن قبره موجود. حقيقة هذا هو التعقل أو ذاك هو التعقل؟ أولئك الأشراف هم الذين تعقلوا أو هذا هو الذي تعقل؟ هذا هو الذي بقي أو ذاك هو الذي بقي؟